هناك الكثير من الأمثلة التي يمكن أن نذكرها والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز أو استخدام الحلول القائمة على الطبيعة. مثلا في المأوى استخدام الكثير من المواد الطبيعية للبناء، منها مثلا الطين، وهذه المواد كانت قليلة الكلفة وتعمل على الاستدامة أو تساهم في الاستدامة، وكذلك تقلل من الأضرار البيئية. استخدام الأفران التي كنا أيضا نعمل على صناعتها من الطين التي تساعد في الطباخة، كذلك توليد الطاقة الكهربائية، اعتمدنا بشكل كبير على منظومات الطاقة الشمسية والتي تساهم على إيجاد حلول نظيفة وبيئة أقل كلفة واستدامة. في الصرف الصحي، وجود أنظمة طبيعية لمعالجة مياه الصرف الصحي بشكل طبيعي وإعادة استخدامه، هذا يقلل من هدر الموارد ويساهم في تعزيز جودة المياه التي يتم استخدامها. كذلك استخدام مياه الأمطار والاحتفاظ بها في خزانات يساهم في إعادة استخدامها خصوصا في المناطق التي الجبلية أو التي لا يتوفر لديهم المياه بشكل كبير. في الصحة والغذاء، تشجيع الزراعة وخصوصا الزراعة العضوية والحفاظ على التربة تساهم في وصول غذاء صحي ونظيف ويعزز من تحسين الوضع الصحي وكذلك الاقتصادي. مؤسسة بنات الحديدة قامت بالعديد من هذه الحلول والمشاريع. قمنا مثلا بعمل خزانات حصاد أمطار في المناطق الجبلية والتي كان من الصعب أن يتم عمل مشاريع مياه فيها، وقد ساهمت هذه المشاريع بشكل كبير في الحصول على المياه من الموارد الطبيعية أو الحلول القائمة على الطبيعة. كذلك اتجهنا في العديد من المشاريع إلى عمل منظومات للطاقة الشمسية، سواء كانت لإنارة المنازل أو إنارة الشوارع بشكل عام، وخصوصا بعد الحرب، حيث أنه كان من الصعب أو من غير السهل أن يتم الحصول على الديزل أو البترول، وكانت أسعاره كبيرة وحصلت أزمات كثيرة في اليمن، وهذا وغير أنه يساهم في تلوث البيئة. فساعدنا ذلك على أو ساعدتنا استخدام الطاقة الشمسية على تجنب كل ذلك. كذلك نحن في مؤسسة بنات الحديدة ساهمنا في عمل مشاريع للمزارعين، ساهمت في تعزيز صمود المزارعين وفي الحصول على منتجات طبيعية يتم الاعتماد عليها.